أهلا بكم. هذه هي المساحة التي حررها الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال عمليات جيزان الواسعة. تحدثوا عن تحرير أكثر من 150 كيلومترا مربعا في محور جيزان خلالها. ثلاثة مسارات هي تلك التي سلكها الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملياتهم الواسعة التي سيطروا خلالها على 40 موقعا عسكريا في جيزان وتوغلوا فيها في عمق الأراضي السعودية. المسار الأول استهدف مواقع الجيش السعودي في جبل الـNBC وتم التقدم إليه عبر ثلاثة مسارات فرعية من جنوب الجبل إلى مسحية الـNBC ومن خلفه إلى الوسط ومن الجهة الشمالية إلى قمة الجبل وتمت السيطرة الكاملة عليه بعد تأمين محيطه. كان هذا المسار الأول. أما المسار الثاني فاستهدف مواقع الجيش السعودي في تباب الفخيذة والبيضاء من مسارين فرعيين وجرت السيطرة عليهما بنجاح. سلم سلم بس انت سرعة كده سرعة كده طوحي المسار الثالث استهدف مواقع الجيش السعودي شمال التبة البيضاء إضافة إلى مواقعه شرق قرية قايم الصياب وجرى التقدم إلى هاتين المنطقتين من مسارين فرعيين واستخدمت خلالهما الكمائن وانتهيا بالسيطرة على جميع المواقع المستهدفة. قتل في هذه العملية وجرح أكثر من 80 من ضباط وجنود الجيش السعودي والمرتزقة بعضهم من الجنسية السودانية في مشاهد وثقتها كاميرا الإعلام الحربي اليمني، كما تم أسر أكثر من 100 منهم إضافة إلى تدمير أكثر من 60 مدرعة وآلية.